استاذنك نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد ولقاء مع المدير الفني كابتن محمد مصلحي ميدو عريس الليله. اتفضل يا كريم. الحمد لله مرينا بظروف صعبه طبعا بعد هزيمه بتروجيت، بس الحمد لله والله الولاد دول يعني يستحقوا اكتر، يعني والله العظيم حاجه مشرفه ومفرحه جدا ان انا بمرن الفرقه دي. ضغوط جامده جدا يا كابتن ميدو، انا مش هينفع اسيبك الاول، ان ضغوط جامده جدا وانا بحييك الصراحه، وانت واحد من الناس اللي بعض الناس بتهاجم وبعض الناس بتتكلم، لكن احنا معانا لعيبه رجاله ومعانا مدير فني على اعلى مستوى. الضغوطات دي بتمثل ايه على كابتن ميدو، بتمثل ايه على النادي الاهلي؟ ضغط كبير جدا والله على الفرقه، يعني عليا وعلى الفرقه. انا عارف ان جمهور النادي الاهلي دايما بيتطلع للمركز الاول، والحمد لله احنا ما كسفناهمش خالص وما كسفناش النادي في انا عارف طبعا. يعني يمكن يا كابتن هيثم دموعه غاليه جدا على كل جمهور النادي الاهلي. كابتن ميدو مصلح الحقيقه من الناس اللي احنا بنحبها، وبصراحه يعني مش عارف اقول له ايه. طبعا انا هسيبه في اللحظه دي، لان فعلا يا كابتن هيثم يا كابتن يعني انا مش عارف اقول ايه يا جماعه بصراحه. يعني دموع كابتن محمد مصلحي ميدو غاليه علينا يا كابتن، دموعه غاليه علينا واحنا حاسين بيك وجمهور النادي الاهلي بيحبك وحاسس بيك وحاسس بمجهودك. دموع الفرحه والمكسب والنص، دموع التعب، اتعرض لضغوطات وضغوطات كتير جدا، ما اتكلمش، بيشتغل بس كابتن محمد مصلحي ميدو والفرقه دي بيشتغلوا بس، ما نسمع لهمش صوت ولا تواجد في السوشيال ميديا ولا تواجد في اعلام ولا 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 ولا، هم بيردوا في الملعب بس. في الحقيقه دموعه غاليه علينا جدا، والف مليون مبروك يا كابتن محمد، بحقيقه شرفتنا واحنا كل الدعم ليك.